الافيشاج نحاوه، هذه اول حاجه. وثاني حاجه ثاني كنحاوه من السيت، علاش ما فهمناش علاش الاسباب. من الاسباب اللي نحاول الافيشاج قالوا باللي دخلت وساطه والمعارف، السيد المدير حب يدخل معارف من جهات تضغط عليه. المفروض اليوم عندنا مسابقه يوم 28 اكتوبر على الساعه 1:30 بمعهد العلوم الاقتصاديه، ولكن لدى قدوم هؤلاء المترشحين من عدة ولايات، من واد سوف ومن ورقلة ومن العاصمة الجزائر ومن البليدة، لم نجدوا الامتحان المسابقة المبرمج اليوم، ولا حتى الإدارة يوم الخميس أو اليوم للاستفسار. نحن نرجو من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التدخل في أقرب أجل. أنا بأنه تم زعما كما يقولوا تأجيل هذه المسابقة بدون إعلان مسبق عن هذا، هذا أول شيء. وثاني شيء ما عرفناش هل المسابقات أجلت أو تلغات. طبعا كان فيه تأجيل، كان فيه كذا، ولكن كل الأمور راح تصير بحسب ما تنص عليه القانون. فقط إذا كان فيه أي إشكال يعني على مستوى أي تخصص، على أي مستوى أي مشروع دكتوراه، طبعا بصفتنا أعضاء وبصفتنا أعضاء لجنة التكوين نسهر على تطبيق القوانين فيما يخص تاريخ المسابقة. طبعا طلب أن حقهم محفوظ، صح كانت في أطراف تسعى إلى إلغائه، لكن لما عرض الأمر على المجلس العلمي للمركز تم بالأغلبية المصادقة على أنه يتأجل فقط. أفيشاج نحاوه، هذه أول حاجة. وثاني حاجة ثاني كنحاوه من السيت، علاش ما فهمناش علاش الاسباب. من الاسباب اللي نحاول الافيشاج قالوا باللي دخلت وساطه والمعارف، السيد المدير حب يدخل معارف من جهات تضغط عليه. المفروض اليوم عندنا مسابقه يوم 28 اكتوبر على الساعه 1:30 بمعهد العلوم الاقتصاديه، ولكن لدى قدوم هؤلاء المترشحين من عده ولايات، من واد سوف ومن ورقله ومن العاصمه الجزائر ومن البليده، لم نجدوا الامتحان المسابقه المبرمج اليوم، ولا حتى الإدارة يوم الخميس أو اليوم للاستفسار. نحن نرجو من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التدخل في أقرب أجل. أنا بأنه تم زعما كما يقولوا تأجيل هذه المسابقة بدون إعلان مسبق عن هذا، هذا أول شيء. وثاني شيء ما عرفناش هل المسابقات أجلت أو تلغات. طبعا كان فيه تأجيل، كان فيه كذا، ولكن كل الأمور راح تصير بحسب ما تنص عليه القانون. فقط إذا كان فيه أي إشكال يعني على مستوى أي تخصص، على أي مستوى أي مشروع دكتوراه، طبعا بصفتنا أعضاء وبصفتنا أعضاء لجنة التكوين نسهر على تطبيق القوانين فيما يخص تاريخ المسابقة. طبعا طلب أن حقهم محفوظ، صح كانت في أطراف تسعى إلى إلغائه، لكن لما عرض الأمر على المجلس العلمي للمركز تم بالأغلبية المصادقة على أنه يتأجل فقط.